مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع قانون تقدمت به الحكومة لإصدار قانون حقوق المسنين تأتي في إطار الحرص على ضمان وكفالة حقوق كبار السن وإشراكهم في الحياة العامة. وينص مشروع القانون في إحدى مواده على أن ينشأ صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى صندوق رعاية المسنين، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس الوزراء وله الشخصية الاعتبارية، وكذلك له الحق في إنشاء فروع أخرى بباقي المحافظات. مشروع القانون ألزم الدولة عند التخطيط للمرافق العامة أن تراعي احتياجات ومتطلبات كبار السن، مع الإعفاء الجزئي في وسائل المواصلات العامة وتحديد أماكن مخصصة للمسنين بوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها ودرجاتها. المجلس وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وناقش عددا من مواده، وأرجى استكمال النقاش حوله لاحقا، لينتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة ما جاء بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مقترح برغبة مقدم من النائبين ياسر زكي وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة والخاص بضريبة الأرباح الرأسمالية. وأوضح تقرير اللجنة أن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية تأتي بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الحد من المضاربات في البورصة وتوجيه الأموال نحو الاستثمار المنتج والفعال. وبعد موافقة المجلس على ما جاء بالتقرير، تمت إحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات. الاهتمام بكبار السن وحقوق المسنين يأتي امتدادا لاهتمامات الدولة بفئات عمرية مختلفة، لا سيما المستحقين منهم، الأمر الذي حدا بالحكومة التقدم بمشروع قانون لإصدار قانون حقوق المسنين لكفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الترفيهية. المجلس الشيوخ، محمود إسماعيل، التلفزيون المصري.